يعتبر من أقوى المنشطات الجنسية للحمام لاحتوائه على مادة السيلينيوم. دي طبعا بتساعد في سرعة وكفاءة الخصوبة، وبتظبط الهرمونات عند الذكورة، وبيزيد من سرعة التخصيب عند الذكورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ منين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على حاجة قوية جدا للحمام بتاعنا، هتساعدنا في زيادة الانتاج، هتساعد الحمام بتاعنا ان هو ان شاء الله ما يتصابش باي امراض هتخلي الحمام ما يبقاش فيه بيض رايق. عدم الخصوبة اللي هي بتبقى عند الذكورة احسن من السيلينيوم بكتير جدا. حاجة تمنها 2 جنيه من عند العطار، ممكن نضيفها على الكلفة، صدقني هتزود خصوبة الذكورة، زائد كمان ان هي حلوة جدا جدا في الفترات اللي احنا فيها دي، فترات القلش. تزود كمان عندك وزن الزغليل، هتخلي الحمام ينتج باستمرار، مش هتكلفك كتير، بل بالعكس انك انت بمعلقة واحدة بس هتضيفها على الكلفة هتشوف فرق كبير جدا في الانتاج عندك. الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة اللي هو السمسم. السمسم يا جماعة اللي هو بيحتوي على البروتين، الاملاح المعدنية، فيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين اي، يحتوي على الكالسيوم والفسفور، يحتوي كمان على الحديد والبوتاسيوم، يعني حاجات عظيمة جدا جدا ممكن ان احنا نلاقيها في بعض الادوية والتحصينات اللي هي بتبقى غالية. عشان كده انا بحاول ان انا اقدم اضعف الحلول للمربي عشان يستفاد منها. مش هنلاقي عندنا اي حالة من حالات الاسهال، مضاد للبكتيريا، يعني لو في اي مرض بينتشر في التوقيتات اللي احنا فيها دي، الصيف او في الشتاء، البكتيريا اللي هي بعد كده بتؤدي لحالات السالمونيلا هتختفي عندنا تماما. مفيد جدا للجهاز الهضمي، يعني هيعمل سرعة تحويل في الغذاء، زائد كمان ان مش هيبقى في حالات تسيف، هيبقى فرد الزغلول بتاعنا وزنه كبير، زائد ان الاصوص بتاعتنا ذات نفسها مش هيبقى فيها تسيف نتيجة التأكيل اللي هو بيعمل اجهاد للذكر وللنتاية، فطبعا ده يختفي تماما. منشط جنسي وطبيعي، يعني لو احنا بندور على السيلينيوم هنلاقيها طبعا في السمسم. السمسم اللي هي بمعلقة واحدة بس ممكن تحطها على كل 5 كيلو كلفة، صدقني لو الاصوص كلت منها ان شاء الله باذن الله هتحل جميع مشاكل الانتاج. يدعم كمان سرعة نمو الزغليل، ويعتبر كمان من المكملات الغذائية، ويساعد على ترطيب الجلد، اقدام الحمام اللي هي بعض الناس بتشتكي من تورم اللي هو بيبقى في قدم الحمام، ضعيف عندنا تماما عند استخدامك السمسم. يحتوي كمان على فيتامين اي، والذي يقوم بتنشيط الدوره الدمويه. الدوره الدمويه طبعا اللي هي ممكن يحصل تجلطات نتيجه فيروس نيوكاسل اللي هو ممكن يصيب الحمام بتاعنا، بيؤدي بعد كده بروشه. طول ما الدوره الدمويه بتاعتنا نشطه باستمرار مش هيحصل اي حاله من حالات الروشه اللي احنا كلنا ممكن نشتكي منها. السمسم كمان يعتبر احد اهم العناصر في علاج الديدان. الديدان اللي هي بتبقى العامل الاساسي في قلة الانتاج، مش هيبقى فيه انتاج ولا هيبقى فيه بيض طول ما الفرد عنده ديدان، مخليش الحمام لا يبيض ولا بيخلي الذكورة التخصيب بتاعها بيبقى كويس لو الحمام باض. يعالج كمان ايضا الامساك عند الحمام، حالات الامساك اللي هي بتبقى عند الفرد طبعا الحمام، وخاصة الحمام اللي بيبقى رايد على بيض بيحصل له عملية امساك، طبعا مضاد لحالات الامساك ومفيد جدا للحالات اللي هي بتحصل عندنا حالات الامساك في الحمام. يزيد من لمعان الريش اللي هي طبعا لسه متكلمين عليها اثناء فترات القلش وبعد فترات القلش. السمسم كمان يعتبر من اقوى المنشطات الجنسية للحمام لاحتوائه على مادة السيلينيوم. دي طبعا بتساعد في سرعة وكفاءة الخصوبة، وبتظبط الهرمونات عند الذكورة، فده طبعا بيقلل من حالات البيض اللي هو الرايق، ما بيبقاش فيه بيضة رايقة او ما بيبقاش البطين رايقين، وده طبعا بيزود الانتاج عندنا وبيزيد من سرعة التخصيب عند الذكورة. يحسن كمان من عملية الهضم، ودي طبعا اهم حاجة طبعا بحتاجها اثناء عمليات الهضم اللي هي بتحصل للزغليل، بنلاقي فيه تحجر في الفويصلة. طول ما عملية الهضم دي شغالة كويس مع الزغليل خاصة، بتعمل زي تحول في الغذاء على الجسم بتاع فرد الزغلول، وبالتالي ده بيزود من وزن الزغليل وبيخلي الحمام عندنا مش مسيف بمعنى اصح، برضو اذا كان عند الاصوص الكبيرة نتيجة تأكيل الزغليل او الاجهاد اللي بيحصل اثناء عملية تأكيل الزغليل. يعمل على حرق الدهون، وخاصة عند فتحة المجمع اللي هي طبعا بيحصل تليس عند المبيض بتاع الإناث، ده بيقلل الانتاج عندنا، بيزيب الدهون اللي هي خاصة عند فتحة المجمع اللي هي ممكن تخلي النتاية فعلا ما تبطش. يعتبر مهدئ للحمام ويزيل التوتر والتشنجات. ساعات كده بنلاقي الحمام بتاعنا في تشنجات، حركته سريعة باستمرار، السمسم ده يعتبر من المهدئات القوية جدا بالنسبة للحمام. فدي كده حاجة أنا ممكن إن أنا أقدمها للحمام بتاعي، قرينا الفوائد بتاعتها العظيمة اللي هي ممكن تفيد الحمام بتاعنا، بتزود الخصوبة، بتزود الإنتاج عندنا، بتزود من وزن الزغليل، فليه ما اشتريش حاجة زي كده؟ أبعد عن الأدوية والتحصينات اللي هي ممكن تكون ثمنها غالي في التوقيتات اللي إحنا فيها دي. طبعا ممكن أقدم أضعف الحلول للحمام بتاعنا، أنتج باستمرار وفي نفس الوقت أزود الخصوبة وأزود وزن الحمام، زائد إن هي ليها فوائد عظيمة جدا مع الحمام بتاعنا.
السمسم من اهم الحاجات اللي هي طبعا بتعتبر من المكملات الغذائيه اللي احنا قريناها مع بعض. السمسم مفيد جدا جدا للحمام، فلازم ان احنا نقدمه باستمرار على الكلفه عشان نفيد الحمام بتاعنا ونزود الانتاج عندنا. الحاجات دي لو عملناها صدقني هتفضل في انتاج مستمر، الحمام بتاعك مش هيجيله اي امراض سواء في فصل الشتاء او في فصل الصيف. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.